من سيء إلى أسوأ، هكذا يصف مراقبون الوضع الإنساني في غزة. فما كان يوصف بالأمس بواقع مترد على شفير التوقف أصبح اليوم متوقفا بالكامل. وزارة الصحة في القطاع حذرت من التداعيات الصحية الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وقالت إن الصمت الدولي تجاه مجزرة مستشفى المعمداني شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المجازر بصورة يومية. السلطات الصحية في القطاع أعلنت ارتكاب الجيش الإسرائيلي عشرات المجازر بحق أهالي غزة يوميا، سقط فيها آلاف القتلى والجرحى، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وأغلبهم من النازحين إلى جنوب القطاع، وهو ما يدحض المزاعم الإسرائيلية بعدم استهدافها لتلك المناطق التي وصفتها بالآمنة حسب مراقبين. ولا تنتهي الأزمة عند هذا الحد، فالمآسي لا تأتي فرادى هناك، خاصة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف الذي ينتهج سياسة الأرض المحروقة تمهيدا لما تصفه تل أبيب بالاجتياح البري للقطاع. ومع توقف أكثر من 100 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون نسمة، يمكن تصور الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الصحي هناك. يقابله تحذيرات دولية من كوارث صحية جراء تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء تضم عشرات الآلاف من النازحين في ظروف غير صحية تسببت بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية. يقابلها عدم استجابة للمطالبات بإجراءات عاجلة وفاعلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة واستعادة وظائفها في علاج آلاف المرضى والمصابين، خاصة في ظل الحصار الخانق الذي يمارس على قطاع غزة والرقابة الإسرائيلية المشددة على منفذ رفح، الرئة الوحيدة التي تتنفس من خلالها غزة، أو هكذا كانت قبل 7 أكتوبر الحالي.